طيب معانا دلوقتي عبر الهاتف سمير عبادي، الصحفي الجزائري مرافق لبعثة وفاق ستيف في القاهرة. يا فندم صباح الخير، مشرفني ومنورني، وهارد لك الخسارة اليوم أمام النادي الأهلي برباعية نظيفة. السلام عليكم، تحية لك أستاذ كريم وإلى كل الشعب المصري الشقيق، وأقول هارد لك لي لنا وللجماهير الصيفية، وألف مبروك لجماهير الأهلي المصري والنادي الأهلي المصري. الفوز برباعية كاملة كانت قاسية بالنسبة لهذا الفريق، على علينا اليوم في سهرة أخوية عربية إفريقية على ملعب استاد السلام. أحلى جملة اللي أنت لسه قايلها دلوقتي، كنت جاي لك بجملة هذه السهرة الأخوية بين الأهلي ووفاق ستيف، الأهلي المصري ووفاق ستيف الجزائري. الروح النهاردة بين اللاعبين كانت روح رائعة جدا، رغم ظروف المباراة ورغم طرد لاعب من وفاق ستيف، بس فضلت المباراة في توازن أخلاقي رائع حتى الدقيقة الأخيرة وحتى الثانية الأخيرة. هذا ما لاحظته أنا بعد نهاية المباراة، يعني شاهدت روح رياضية كانت فوق أرضية الميدان طوال أطوار المباراة، وبعد نهاية المباراة كان يعني بالأحضان بين لاعبي الفريقين وتبادل الأقمصة، رغم أنه فيه مباراة عودة في الجزائر على بعد أسبوع من الآن، لكن هذا ما نريد أن نشاهده هي الأخوة والروح الرياضية مهما كانت النتيجة فوق أرضية الميدان، لأنه هي مجرد كرة القدم فيها رابح فيها خاسر. صحيح اليوم تأثرنا بالنتيجة 4-0، ولم نشاهد الوفاق الذي كنا ننتظره في هذه المواجهة، لأنه ليس الوفاق الذي واجه الترجي وليس الوفاق المتعود على لعب مباريات كبيرة أمام الأهلي المصري سواء هنا في أو أمام أندية مصرية هنا في القاهرة. النهاردة المباراة والنتيجة كانت كبيرة للنادي الأهلي، منذ الدقيقة الأولى كان يبدو السيطرة واضحة للنادي الأهلي، أضاع فرص وسجل هدف، وكان واضح جدا ان الاهلي افضل كثيرا من فريق وفاق ستيف في هذه المباراه. وفاق ستيف يمر بمرحله من هبوط المستوى تحديدا في الدوري الجزائري، ولكن على مستوى البطوله الافريقيه فهو حقق انجاز كبير بتخطي الترجي التونسي. هل ترى ان النتيجه اليوم نتيجه منطقيه وطبيعيه؟ هي ليست منطقيه على الورق، ليست منطقيه، لكن على ارض الواقع شفناها تعتبر منطقيه نظرا للمستوى الذي ظهر به وفاق ستيف. الوفاق الذي فاز في تونس وتاهل في تونس على حساب الترجي يعتبر هو ايضا من كبار الانديه في افريقيا، اليوم كنا ننتظر رده فعل تكون نفسها من لاعبي الوفاق امام لاعبي الاهلي، لانه هي دائما مواجهات الوفاق كما قلت لك امام الاهلي تعتبر تحفيز، لانه نواجه الاهلي المصري من اقوى الانديه في مصر، ويعتبر نواه المنتخب الاول بالنسبه للكره المصريه. هل في رايك كده الاهلي حسم الصعود النهائي دوري ابطال افريقيا، ولا شايف انه الوفاق ستيف لسه عنده فرصه؟ هي كما قال مدرب نادي الاهلي، هي كره قدم غداره، يعني رغم الفوز برباعيه مقابل صفر الا انه قال التاهل لم يحسم بعد، هذا تصريح من مدرب فني ويعرف جيدا كره قدم احسن مني، هو قال انه لم يحسم التاهل بعد. هي كرة قدم، أنا مستبعد جدا أنه فريق وفاق ستيف يسجل 4 أهداف في الجزائر، لأنه معنويا يعني راح يكون معنوياته في الحضيض إن صح هذا التعبير، الخسارة برباعية أمام الأهلي هنا في القاهرة، ردت فعل الجماهير الصيفية حسب التعليقات وما يصلني من أصداء من الجزائر سلبية، يعني الدعم ممكن ما يكونش من الجماهير الجزائرية والجماهير الصيفية خلال مباراة العودة، لأن تقريبا الأمور حسمت. أنا بنسبة 90% حتى لا أقول 100% لأنها مجرد كرة قدم وليست علوم دقيقة، أقول الأهلي في النهائي، لأن الوفاق اليوم شفناه غائب تماما، حتى صحيح انه تاثر بخروج اللاعب امير قراوي بالبطاقه الحمراء، لانه لاعبي الاهلي ركزوا على هذا اللاعب الذي يعتبر من احسن اللاعبه في وفاق ستيف، يلعب بحراره زائده وتدخلاته دائما ما تكون خشنه على لاعبي المنافس، لاعبي الاهلي ركزوا على نرفزه هذا اللاعب والتاثير عليه من الناحيه المعنويه، وما حدث خروجه مباشره بالبطاقه الحمراء غير مجريات المباراة، لأن الوفاق لو سير 20 دقيقة الأولى من المواجهة 0-0 لم تكن النتيجة تنتهي بهذه الطريقة. الوفاق خرج من المباراة مباشرة بعد تلقيه البطاقة الحمراء، اللاعبين رجعوا يلعبوا بعشر لاعبين، معنويا نقصوا، الأهلي وجد راحته فوق أرضية الميدان، ركز واستغل وسط الميدان جيدا، لأنه لاعب أمير قراوي هو لاعب وسط ميدان،
بعدها الأهلي سجل هدف ثم هدف ثاني، وكان بإمكانه أن يسجل أهداف أخرى لأنه حتى الحارس خضيرية اليوم ما قدمش ذاك المستوى اللي قدمه أمام الترجي وساهم في فوز الوفاق. أهداف وأخطاء كارثية وفادحة من دفاع الوفاق خاصة في المحور، لأنه تقريبا الهدف الأول والهدف الثاني من هجوم الأهلي كان من أخطاء دفاعية سوء في المراقبة، وهما كلفنا غاليا. والنتيجة هذه هي كرة القدم، الأهلي كان أحسن ويستحق الفوز. سمير بادي صحفي جزائري مرافق لباسط وفاق ستيف في القاهرة، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.